كانت عالية والرأسية حاضرة. هجوم إذا سريع يأتي من الجهة اليسرى من ملعب المباراة. فابيو سيزر، فابيو، الله، جول ثاني وما لها إلا الكبار بيت، ما لها إلا الكبار بيت. الجول الثاني لصالح الريان من فابيو سيزر. لاحظ الانطلاقة، الجهة اليسرى تشوف المرور على طول، تصطدم الكرة بالقدم الأيسر، وبعدها إلى الشباك، ومنها الثانية أهداف اللقاء لصالح.
جر الله البري يحاول هجوم الآن. جر الله يحاول, جر الله راح 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 وجول جول أول في اللقاء لصالح الريان عن طريق جر الله البري. جر الله البري يحاول إعادة الريان من جديد إلى نقطة البداية. جاهز من جديد بكل هدوء بكل أريحية بكل بساطة. جرى الله البري يمر أمام خارج الضربة ويمر كذلك خارج الضربة. هجوم إذا سريع يأتي من الجهة اليسرى من ملعب المباراة. فابيو تيزر, فابيو الله الكبار بيت. الجول الثاني لصالح الريان من فابيو تيتر. لاحظ الانطلاقة, الجهة اليسرى المكشوفة, المرور وباليسار هب على طول تستخدم الكرة بالقائم الأيسر وبعدها إلى الشباك ومنها الثانية. أهداف اللقاء لصالح الريان, جولين إذا دون رد. الريان في الشوط